السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم هو المجتمع. النهاردة حلقة إن شاء الله متميزة جدا ويا رب تعجبكم. وبنفتقد النهاردة أستاذ عمر الجبيلي، إن شاء الله يكون معنا في حلقات تانية وبنقدم له كل التحية. إحنا دايما من أهداف برنامجنا هو المجتمع إن إحنا بنهتم بكل فرد في المجتمع. النهاردة الأفراد اللي موجودة معانا واهتمينا بيها والرسائل اللي جات لنا على البيج بتاعتنا بتاعت هو المجتمع مع عمر الجبيلي كانت فئة مهمشة جدا في مجتمعنا، حبينا ان احنا نحط الضوء عليها ونسلط الضوء عليها اكتر ونهتم بيها ونشوف مطالبهم ايه وعاوزين يعملوا ايه. عشان كده النهاردة بحب ارحب بضيفي الموجود معايا الاستاذ عمر عبد العزيز توفيق، عضو هيئة الدفاع بالمنظمة العربية الدولية ومستشار حقوق الانسان. اهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم، منورنا يا استاذ عمر. الله يبارك لك يا فندم. الله يبارك لك استاذ عمر. عرف حضرتك اكتر بالناس ان حضرتك صاحب فكرة انشاء نقابة لرعاية ذوي الاعاقة، النقابة العامة المصرية. اتفضل. النقابة العامة المصرية لرعاية ذوي الاعاقة على مستوى الجمهورية، وصاحب فكرة بطاقة الخدمة العامة الاولى على مستوى الجمهورية. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. احنا عايزين نتكلم مع حضرتك اكتر زي ما رسلتنا على الصفحة الرسمية بتاعت هو المجتمع، ونعرف ايه المشكلة اللي عند حضرتك وايه المشكلة اللي تقدمت بيها. والله يا فندم في البداية أنا بحب أرحب بحضرتك وفريق الإعداد إن إحنا نسلط الضوء على الفئة المهمشة من الدرجة الأولى في المجتمع المصري، ألا وهي ذو الاحتياجات الخاصة. طبعا فكرة إنشاء نقابة عامة لذوي الاحتياجات الخاصة دي فكرة بتراودنا بقالنا أكتر من سنة ونص. طبعا مجموعة عمل جميلة جدا، معالي المستشار حمد خشبة، دكتور محمد شعبان، مجموعة جميلة جدا من الناس اللي هم هدفهم الوحيد والرئيسي خدمة المجتمع ككل، بغض النظر عن إن كانت نقابة أو عمل نقابي أو غير نقابي، لكن فكرة خدمة المجتمع ومد يد المساعدة وتكون شعاع من نور لرسمة بسمة أمل على وجه كل معاق داخل جمهورية مصر العربية. فتم طبعا التنسيق مع الأصدقاء لإنشاء أول نقابة عامة مصرية على مستوى الجمهورية، وطبعا أهدافها أهداف سامية جدا جدا. إحنا أول حاجة فكرنا فيها إزاي إن إحنا نخفف على كاهل الدولة الأعباء المادية لذو الاحتياجات الخاصة، وفي نفس الوقت نوصل ذو الاحتياجات الخاصة للهدف بتاعهم اللي هو العمل لكسب مادي مشروع لسد احتياجات الأسرة. تمام. فطبعا الأهداف دي كلها كان الأول عقبة فيها العقبة المادية. احنا الأول هنتكلم، حضرتك بقالك قد إيه بتقدم الطلب ده؟ أنا أكتر من سنة بنقدم الطلبات بتاعتنا، لكن بتقابل بطريقة احنا عايزين نعرض الطريقة دي على الجمهور اولا وعلى المسؤولين ثانيا. أولاً طبيعي ان احنا نهتم بذوي الاحتياجات الخاصة لان هي فعلا فئة موجودة في مجتمعنا ولازم ان احنا نهتم بيها اكتر. فعلاً فده فعلاً شيء كويس جدا من حضراتكم ان انتوا تهتموا بيه وتبدأوا تساعدوه وتحاولوا تقفوا جنبه، يعني واحنا معاكم ان شاء الله في البرنامج ان احنا نقف جنبه. هو برنامج حضرتك انا شاكر جدا ليكم جدا ان انتوا سلطتوا الضوء على نقطه صراحه مهمه جدا. ان النقابه العامه هو دورنا لو يا تم فندم. الله يبارك لك يا فندم. لو تم انشاء النقابه العامه المصريه هتكون شعاع امل والبيت اللي بيجمع جميع ذو الاحتياجات الخاصه على مستوى الجمهوريه. طبعا قدمنا الطلب اكتر. ايه اللي معطل فكره حضرتك؟ قدمنا الطلب فعلا قدمنا الطلب لعده جهات. قدمنا الطلب لوزاره الشؤون الاجتماعيه طبعا عشان خاطر نسبه ذو الاحتياجات الخاصه تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه، فطبعا تم رفض الطلب. تم محتوى القرار، رفض الطلب. محتوى القرار ان اصدار قرار اشهار لنقابه لعمل نقابي فئة أصيلة لوزارة القوى العاملة. تمام. طبعا توجهنا لوزارة القوى العاملة على أساس أن احنا يتم إصدار قرار الإشهار بناء على كلام التضامن الاجتماعي أو وزارة الشؤون الاجتماعية. بناء عليه وزارة القوى العاملة قالت لا، ذو الاحتياجات الخاصة فئة
بتختص بيها وزارة الشؤون الاجتماعية. طب يا جماعة، طيب ده عمل نقابي، والعمل النقابي بتختص به وزارة القوى العاملة. تمام. طبعا قالوا لا، العمل النقابي شيء وذو الاحتياجات الخاصة شيء تاني، احنا عايزين القرار الإشهار. قرار الإشهار هيتم إصداره من وزارة الشؤون الاجتماعية. فطبعا احنا اتشتتنا، تهنا، مشتتين، مش عارفين مين اللي هيطلع القرار. فطبعا احنا بنناشد من خلالكم ان شاء الله جميع المسؤولين ورئيس الجمهورية حبيب الشعب وحبيب انا شخصيا السيد الفاضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اكتر الناس اللي بتهتم جدا بذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك احنا يعني تم وضع صورة الحبيب على البطاقة الخدمية العامة الاولى على مستوى الجمهورية بالكامل. دي البطاقة الأولى. دي البطاقة الأولى. تمام. على مستوى الجمهورية، وهكلم حضرتك بالتنسيق عن من خلالها. تمام. احنا معنا بعد إذنك مداخلة تليفونية من الأستاذ المستشار حمادة خشبة، الأمين العام بالنقابة على مستوى الجمهورية، نقابة ذوي الاحتياجات الخاصة، معنا على الهواء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ حمادة، إزاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بألف خير. احنا حابين نكلم حضرتك ونرحب بيك الأول وبالمجهودات اللي بتعملوها وبتبذلوها عشان توصلوا لفكرة نقابة ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا عايز أعرف من حضرتك أكتر، إيه الأهداف العامة للنقابة؟ أولا أهلا بحضرتك، وأتشرف إن احنا نكون موجودين على الهواء مع حضرتك، وبنتهز حضرتك الفرصة دي، وبقول بهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الشرطه، وبهنئ الشرطه والشعب ان شاء الله يبقى ايد واحده دايما. احنا بألف خير جميعا يا رب، ومصر كلها بخير. سنه وهم طيبين وبخير ان شاء الله. ان شاء الله. اولا طبعا حضرتك بالنسبه للنقابه، هي طبعا نقابه من ضمن زي الكيان المجتمعي. هو كيان يعتبر كيان مجتمعي، هيبقى ان شاء الله تبع اداره القوى العامله او تبع التضامن الاجتماعي. تمام. يعني طبعا هو في حيره بين الاثنين علشان التاسيس. لسه الاستاذ عمر بيقول ان احنا مشتتين، مش عارفين مين اللي مين اللي هيدينا القرار ده. والله مين هو اللي طبعا هيوافق؟ طبيعي ان دايما الكيانات المجتمعيه بتبقى تبع وزاره التضامن الاجتماعي، ده رقم واحد. تمام. فطبعا التضامن الاجتماعي قالوا لا، دي تبع القوى العامله، والقوى العامله قالت لا، ده تبع التضامن. فاحنا فعلا مشتتين، مش عارفين هي المفروض التاسيس يبقى تبع القوى العامله ولا تبع. طب ايه المشكله اللي معطله الفكره بعد اذنك؟ ما هي المشكله حضرتك دلوقتي في التاسيس. احنا عايزين نشهر النقابه دي. طبعا احنا عندنا طبعا في مصر زي ما حضرتك عارفه فوق ال 10 مليون من ذوي الهمم او فئه كبيره. فئه كبيره بس للاسف مهمشه. فئه كبيره جدا، وطبعا القانون صرح في حاجه زي كده ان هم يبقى يعني القانون يكفلهم. القانون في 2017 طبعا الراي اتطبق عليه في 2018، وقال ان طبعا ذوي الاحتياجات الخاصه فئه مهمه جدا، والرئيس مشكورا ان هو قام بمجهودات كثيره جدا بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصه. لسه مكملين ان شاء الله. ان شاء الله طبعا مكملين بوجود الرئيس ان شاء الله. طبعا ايه الاهداف العامه للنقابه حضرتك؟ بص يا فندم حضرتك، بالنسبه للاهداف اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنقوم عليها، طبعا هيبقى في وجود الكيان اللي احنا بنقول بنتكلم فيه ده. هنحاول نصدر بطاقات خدمه لذوي الاحتياجات الخاصه. البطاقات دي هتبقى مهمه جدا للكشف والعلاج مجانا. هنحاول ان احنا نوفر لهم كل الخدمات، او على الاقل بعض الخدمات او الاكثريه من الخدمات اللي هي تحاول ان هي تحسن مستوى المعيشه بتاع ذوي الاعاقه. بالظبط. طبعا احنا هنحاول ان احنا ندربهم في حاجات معينه بحيث ان هم يكونوا فئه منتجه وفيها قدرة على حماية طبعا أنفسهم وحماية المجتمع، ونحاول إن احنا نشيل نظرة المجتمع عن الفئة اللي هي ذو الهمم. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا ونورتنا يا أستاذ حمادة، شكرا. وإن شاء الله كلام حضرتك وكلام أستاذ عمر هيتسمع، وإن شاء الله هنوصل لحل. طيب مين بقى اللي ممكن يساعد حضرتك دلوقتي؟ أنت بتطلب من مين يساعدك؟ أنا في البداية بس عايز أنوه على حاجة معينة، ألا وهي وسيلة الدعم اللي احنا مستهدف ان هي تكون موجودة في نقابة ذوي الاحتياجات الخاصة، عشان خاطر نوفر
نوفر لذوق الاحتياجات الخاصة راتب مثلا شهري أو معاش أو أيا كان نوع الطلب اللي هو بيقدمه للنقابة كعضو نقابي، لأن هيتم عمل كرنيهات أعضاء نقابية يعني على كده مستوى الجمهورية حضرتك لذوي عايز الاحتياجات الخاصة. تجهز الموارد اللي تدعم بيها ذوي هنجهز الاحتياجات الموارد إزاي؟ ازاي بقى؟ عملنا فكرة معينة أو سيستم معين. تمام. أول نقطة، هنعمل بروتوكول تعاون، هنعمل بروتوكول تعاون بيننا وبين المؤسسات التعليمية. احنا عندنا كام مدرسة في جمهورية مصر العربية؟ كتير جدا، ماشي؟ تمام. عشان خاطر المدرسة يعني اللي هي أسطح المدارس، السطح بتاع المدرسة نفسه، طبعا السطح حاجة مهملة تمام. ما محدش محدش بيستفيد منها بيستفيد بأي حاجة منه. خالص، لا المدرسة ولا الإدارات التعليمية ولا أي حد. فطبعا احنا فكرنا ان احنا نعمل بروتوكول تعاون بين النقابة بعد قرار الإشهار، ويتم استخدام أسطح المدارس بأن احنا هنعمل على جميع أسطح المدارس على مستوى الجمهورية بالكامل محطات توليد طاقة طاقة شمس. شمسية. من ممتاز. خلال النقطة دي هنوفر للدولة جزئية من إصدار الطاقة الشمسية بالدولة، دي تمام. نقطة. النقطة الثانية، هيتم عمل حاجة من موارد الطاقة، نقطة حاجة من موارد الطاقة الشمسية هتسخر لخدمة ذو الإعاقة على حضرتك مستوى الجمهورية. حضرتك محتاج كده مبالغ ضخمة إن هي تمول المشروع ده، لا يا هتقدر فندم، لا مش تمول مبالغ ضخمة ولا المشروع حاجة، منين؟ إلا محطة الطاقة الشمسية فيه منها عدة محاور، وتم عمل بروتوكولات تعاون فعليا مع عدة الشركات اللي الشركات فيه شركات في البلد فعلا بجد عايزة تمد إيدها للبلد وتساعدها. يعني حضرتك بدأت بالفعل طرح بالفعل بالفعل عملنا فتحنا المشروع. ما فت لا فتحنا ما مجال مع عدة شركات، وجهزنا بروتوكولات التعاون بحيث إن الأول ما ناخد قرار الإشهار يتم الانطلاق مباشرة على مستوى الجمهورية، ما تمام نوقفش. تمام فهماني يا فندم؟ دي نقطة. حضرتك بتحاول تخفف عن أعباء الدولة وانت عايز تعمل النقابة دي عشان تشيل عبء كبير جدا عبء كبير جدا عن وتقدر كاهل تساهم الدولة. وتدعم ذوي الاحتياجات. فعلا مظبوط كده. فعلا يا وأول فندم. مشروع عندنا مشروع أسطح المدارس استغلالها. استغلال اسطح المدارس تمام. المهمله، هي كده كده هو ملهاش فكرة اي قيمه. كويسة ممكن تدرس وأكيد ممكن تنجح ده إن شاء فعلا الله. هتنجح، لان احنا لان بالمشروع دوت احنا مش هندعم ذوي الاحتياجات الخاصه فقط لا غير، لا بالعكس، ده احنا كمان هنوفر طاقه كهربائيه للدوله. لو تمام. جهزنا اسطح المدارس واتعمل عليها محطات طاقه شمسيه، المدرسه يعني السيستم بتاعها بتبقى مرتفعه عن سطح الارض، وبالتالي بتبقى عرضه للطاقه الشمسيه 24 ساعه. احنا معانا مداخلة تليفونية، الأستاذ عبد الله معانا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، منور يا فندم. منور بحضرتك. الله يخليك يا فندم، استشعار الموضوع الكويس الإيجابية اللي حضراتكم بتتكلموا عنه. الله يبارك في ودايما حضرتك إحنا يا فندم. محتاجين البرامج الهادفة اللي هي بتهدف فعلا إنها تسلط الضوء على الإيجابيات الموجودة في المجتمع. تحية حضرتك جدا يا فندم. ربنا يبارك لك يا رب. شكرا. التحية والشكر لحضرتك. ممكن بس تقعد في مكان فيه شبكة كويسة كده يا فندم. انا مع حضرتك. اتفضل اتفضل. تمام يا فندم. هو كابتن مستشار فندم بيتكلم ان احنا ممكن نستغل الاسطح الخاصه في المدارس. تمام. في فكره ثانيه كمان ان احنا نستغل سور المدرسه نفسه. ما انا لسه كنت سيادة بتكلم المستشار فيها كان يا فندم من هيتكلم على شويه. الفكرة التانية. مظبوط. كنت بتكلم فيها يا فندم من شويه. تمام. تمام. احنا سور بنتكلم ان احنا مش في سور مدارس المدرسة عندنا بس يا فندم، أماكن حيوية موجودة في أماكن حيوية، وممكن الإيجارات نفسها تكون بسعر كويس جدا، وده مظبوط. فعلا هيخلي ذوي الهمم هتبقى فكرة ممتازة. هو وزي سور طبعا حضرتك عليها في المشوار، الله يبارك لك يا كل فندم، الله التحية يبارك في لحضرتك. حضرتك يا فندم، الله يبارك في حضرتك. هو سور المدرسة مش سور المدرسة فقط لا غير، بل احنا هنستغل جميع أسوار المصالح الحكومية، ده بناء على بروتوكولات تعاون رسمية هيتم عملها بيننا وبين جميع المصالح الحكومية. شكرا يا أستاذ عبد الله على مداخلتك، وإن شاء الله هنتكلم أكتر باستفاضة عن المشروع. اتفضل. طبعا جميع المصالح الحكوميه، اسوار المصلحه الحكوميه او المدرسه، طبعا السور مستغل كل ما حاجة. بيستغلوش في اي حاجه خالص. تمام. فبالتالي لما يتعمل فيه محلات
وبيتم تأجير المحلات ديت للشباب اللي هم الخريجين. يبقى أنا بكده فتحت مجالين. أول مجال شغلت الشباب الخريجين وفتحت لهم مجال لقمة عيش سوي. وفي نفس الوقت الوارد أو المبلغ المادي الوارد من قيمة الإيجار اللي هيتم جلبها من المحل التجاري اللي هيتم طرحه للشباب، هيتم استغلال القيمة المادية في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية بالكامل. ومن ضمن الدعم اللي قدمناه لذوي الاحتياجات الخاصة بطاقة الخدمة العامة، وهي أول بطاقة خدمة عامة فعلية منفذت فين يا فندم؟ منفذة حاليا في محافظة بني سويف بالكامل بناء على بروتوكولات رسمية موقعة وموجودة معايا، لو حضرتك حابة تطلع عليها عندنا صور منها. تمام. موجودة البطاقة الخدمة العامة بتدعم أول حاجة أول أنبوبة بتجاز توزع مجانا على مستوى الجمهورية. لو الكاميرا هتجيب الأنبوبة البتجاز آخر صفحة. تمام. في البطاقة توزع مجانا 100%، بتوزع مجانا أنبوبة البتجاز بتوزع مجانا 100%. ثبتها حضرتك المواطن على الكاميرا. تمام. المواطن بيجيب الأنبوبة الفارغة عنده وبيجي يستلم من المستودعات البتجاز الموقعة لبروتوكولات التعاون، الموقعة على بروتوكولات التعاون معانا من المستودع مجانا بالكامل، ما بيدفعش ربع جنيه، بس الحامل لهذه البطاقة فقط لا غير. طب وحضرتك وزعت البطائق دي؟ تم توزيع البطاقة دي بنسبة معينة على ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا طبقا للحالة وطبقا للظروف الاجتماعية، لان طبعا فيه ذوي الاحتياجات خاصة بس ظروفه المادية يعني نوعا ما كويسة شوية، فبيتم استهداف اللي هو ظروفه المادية يعني بسيطة الاول، وبعد كده هيتم استهداف باقي المجموعة. النقطة الثانية اللي بتدعمها البطاقة، بندعم الكشف مجانا بالكامل، يعني لو فيه ذو احتياجات خاصة عنده أي حد في الأسرة مريض، حاجة كويسة جدا، بناء على البطاقة بياخدها بيروح للدكتور في العيادة الخاصة بتاعته، وده فعلته بالفعل القائم دلوقتي، وفي ناس بدأت تستفاد منها البطاقة. أكتر بقينا فترة جامد شغالين، وبدأنا في شهر واحد اللي فات دوت الانتشار على مستوى المحافظة. تمام. مين اللي بيساعد بالكامل حضرتك يا فندم؟ هقول لحضرتك. اتفضل. سأتكلم على نقطة الكشف الأول. اتفضل كمل يا فندم. بناء على البطاقة بياخد البطاقة وبيروح أيا كان فرد من أفراد الأسرة، لأن البطاقة بتدعم كافة أفراد الأسرة بالكامل، يعني مش الفرد نفسه ذو الإعاقة، لا بتدعم كافة أفراد الأسرة بالكامل، أسرته بالكامل، بيروح بالبطاقة للدكتور في العيادة الخاصة بتاعته، الدكتور بيبص في البطاقة ما بياخدش منه أي جنيه، وبيتم توقيع الكشف مجانا بالكامل. لو في عملية جراحية بناء على بروتوكولات التعاون اللي معمولة بيننا وبين المستشفيات الاستثماري الخاصة اللي موجودة داخل المحافظة، وبإذن الله هيتم توزيع تعميمها على مستوى الجمهورية. بياخد بس البطاقة بتاعته معاه. جميل. وبيدخل المستشفى بيتم حجز غرفة العمليات، وإحنا بنوفر الدكتور اللي بيعمل العملية الجراحية أيا كانت نوعها وايا كانت تكلفتها. والله فكره ممتازه. الله يبارك لك يا فندم. نرجع للعلاج. احنا ثواني بس قبل العلاج معانا مداخله تليفونيه ممكن ناخدها النهارده، ما شاء الله المداخلات كتير. معانا ام يوسف، اهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. تكبر بس لما حضرتك، انا بشكرك سعيده بان هو مع حضرتك. العفو، ربنا يخليكي يا فندم، شكرا منورانا، اتفضلي. ربنا يخليكي يا رب. ليكي اي سؤال؟ انا ليا طلب عن حضرتك والنبي جنب اختي. خليكي في مكان كويس عشان نسمع حضرتك كويس. ماشي حاضر. اتفضلي. انا اختي عندها طفل اول. طفل ايه؟ ما سمعتش حضرتك. اول. تمام. طفل من لما الاطفال دول. تمام. وهي دلوقتي متاجره وهو عامل عمليه وبيعوز علاج طبيعي، وهي عامله الكارت ده، مقدمه على الكارت ده لها 3 شهور، لها دلوقتي 90 يوم. حضرتك منين يا فندم؟ حضرتك منين؟ انا من كفر صقر. من كفر صقر منين؟ شرقيه كفر صقر. شرقيه كفر صقر. والنبي ربنا يخلي حضرتك. طيب
انا يا فندم محتاجه تليفون حضرتك، لازم سيبي رقم تليفون حضرتك في الاعداد. انا اختي متاجره والله قاعده بالايجار. يا فندم سيبي رقم تليفون حضرتك في الاعداد وانا هاجي حضرتك لو في اخر الدنيا. هو على العموم احنا لسه ما فعلناش الموضوع على مستوى الجمهوريه، لكن هاجي لحضرتك لو في اخر الدنيا. العمل الخيري ما بيقفش على محافظه معينه او ربنا يبارك لك. هاجي لحضرتك لو في اخر الدنيا ان شاء الله. عمر هيساعد حضرتك وهيتواصل معاكي. قدمت على معاش اكثر من مره وعملتها الكتب ده كل شويه يقولوا لها لسه ما تفعلش، ده لسه بنطبع لسه مش كده. حتى هم دلوقتي عارفين الرقم بتاعها ما عادوش راضيين يردوا عليها، وهو عامل قلب مفتوح وهو عنده 3 سنين دلوقتي، لا بيمشي ولا الله يحفظه سلامته. الف سلامه. مش بيمشي ولا بيتكلم ولا اي حاجه، بس بتعمل له جلسات تنميه مهارات وبتعمل له جلسات علاج طبيعي بتعيش في اليوم 100 جنيه والله يعني جزءهم اليوميه. اكيد اكيد، شكرا لحضرتك جدا. جزءهم اليوميه وقاعده والله العظيم قاعده بالايجار وحياه ربنا. ان شاء الله يا فندم انا هخلي الرقم في الاعداد بس وهنتواصل مع حضرتك بعد الحلقه باذن الله. متشكرين جدا والف الف سلامه. هي طبعا دي النقطة هي مش اللي كنا فرد بنتكلم ده اكيد فيها. في افراد كتير. هي دي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي ذو الاحتياجات الخاصة بيبقى محتاج حاجات كتير جدا، بغض النظر يعني عن نوعها، اذا كانت أدوية، اذا كانت موارد مالية لدعم الأسرة، كتير جدا. فبالتالي الدولة لوحدها مش هتنفع ان هي توفر ل 15 مليون معاق. هو حضرتك دلوقتي شايفه الاهتمام في منطقه واحده، تمام؟ ليه ما عملتوش في كل مكان يا فندم؟ ما هو احنا لو خدنا قرار الاشهار في كل المحافظات، جميع المحافظات بفضل الله عز وجل، هو شهر واحد هيتم فتح فروع في كافه محافظات الجمهوريه بالكامل باذن الله. وتم التنسيق فعليا، احنا معانا دلوقتي حوالي 8 محافظات او 9 محافظات فعلا المقرات جاهزه للافتتاح. جميل. تماما ان شاء الله ربنا وهيتم التنسيق مع جميع المحافظات والقرار يطلع ان شاء الله، وان احنا نبقى لينا نقابه فعلا تهتم بكل ده، وحضراتكم بصراحه بتدعموا كل ذوي الاحتياجات الخاصه. انا بشكر حضرتك جدا. الله يبارك لك. وان شاء الله لينا لقاءات اكتر ولينا كلام اكتر، ولسه في حاجات كتير ومشاريع ما اتكلمناش فيها بصراحه. انا بشكرك على ما كان في حاجات كتير نفسي اتكلم فيها بس، ونفسي اوصل صوتي للدنيا كلها. لينا لقاء تاني. تحب تختم معانا بايه قبل ما نطلع فاصل؟ انا بحب اختم بان انا بشكر حضرتك، بشكر فريق الاعداد، بشكر كل انسان مد ايده لمساعده ذو الاحتياجات الخاصه عشان خاطر نبقى شعاع من نور ونبقى بيتهم التاني اللي يوفر لهم كل اللي هم عايزينه. بشكر كل دكتور متواجد معانا في المنظومه، 148 دكتور على مستوى المحافظة. بشكر كل القائمين اللي بذلوا مجهود جدا ان هم يقدروا يوصلوا الفكره وطلبوا بتاسيس النقابه. شكرا جدا يا استاذ عمر، نورتنا. وان شاء الله نطلع فاصل، واستنونا بعد الفاصل.